لما نيجي نشوف الحسابات بتاعت التكلفة المالية للصرف بتاعنا هيبقى أكتر من كده. هقول حاجة للمسؤولين، أوعى تفتكر نفسك كمسؤول هتقدر تشوف إلا إذا كنت طول ما أنت ماشي تبص كويس وتفحص وتفكر عشان تقول المشكلة دي ممكن نحلها ولا ما نحلهاش. دي نقطة. النقطة التانية، يعني هقول حاجة، بنعمل مثلا زي مشروع كده في الروبيك بتاع مدينة الجلود، يوم يجي لي خبر إن الناس ابتدت تتعدى على وتعمل عشوائيات جوه مدينة الجلود، طب ليه؟ طب ليه نعمل كده؟ دي حاجتنا وعايزينها تبقى دايما في أبهى صورة وأحسن استخدام. ولو انت عايز حاجة تانية نعملها لك. وده انا اتصور لو المعنيين بالموضوع سواء كانوا شركة بتدير المدينة او يعني اي حد تاني يبقى منتبه قوي يشوف ناس عايزة ايه وينقله لنا، واحنا مسؤولين ان احنا نوجد له حل. لكن محدش يروح جاي يتصور والكلام دوت ينتهي فورا. دكتور مصطفى لو سمحت، اي تعدي موجود يتزال فورا. انا قلت مرة قبل كده وهكررها في كل مرة في لقاءاتنا، نحن لن نعود لما كنا عليه من فوضى في كل شيء. الموضوع ده انتهى، دي مراحل احنا عشناها واستحملنا فيها الموضوع حتى تصل الدولة الى مكانة تستطيع ان تجابه تحدياتها ومشاكلها. لكن الفوضى دي مرة تانية بقى انك انت تخش تعمل اللي انت عايزه، ده مش مقبول. دي بلدنا كلنا، وانت قلتوا لي من الاول احنا معاك مع بعضنا هنعمل، يبقى تعملوا معايا الصح، تعملوا معايا الصح. فانا بس حبيت اجيب الصوره دي اللي موجوده في كتير من شوارع القاهره وقاعدين بنتفرج عليها بقالنا سنين. طب عملنا ايه؟